حابب بس أوضح لكم كيفية بقى الوصول للكورس اللي أنا بتكلم عنه في هذا الفيديو. يعني مثلا هنا في حد كان بيقول لي إن أهو نوت وركينج، ده مش عارف يوصل للكورس، فبالتالي على طول بيقول إن هو مش شغال. لا هو شغال طبعا. أول حاجة هضغط هنا على هذا الرابط، بضغط هنا enroll in course for free، وبعد ما بضغط هنا بشترك في هذا الكورس. بعد ما بشترك بيكون هو ده الشكل. هاجي هنا على هذا الرابط، رابط الكورس مجانا، اضغط عليه. بعد كده هشوف الشكل ده، رابط الكورس مجانا، وهنا مكتوب warriorplus.com وده بقية الرابط. بضغط هنا هيظهر لي هذا الشكل، بيقول لي get free access. هضغط على هذا الشكل. خدوا بالكم هنا اول ما بضغط بيطلع لي هذا المنظر وبيقول لي اشترك في الانفيزبل برو، ابجريد تو انفيزبل برو، وده طبعا مش مجاني، انا ليس لي علاقه بده على الاطلاق، ماليش دعوه بده. هعمل ايه؟ اقفل هذه الصفحه تماما، وبعد كده بقى هروح على الاكونت بتاعي بتاع وورير بلس اللي انا اشتريت بيه هذا المنتج. طبعا انا قبل ما اضغط هنا بكون كاتب طبعا الايميل بتاعي اللي انا مسجل بيه. هروح بعد كده بقى للاكونت بتاع وورير بلس اللي انا مسجل فيه بالايميل. بعد كده اهو انتوا شايفين ده الاكونت بتاعي، هنا هلاقي اسمي. باجي بقى هنا وبنزل وبختار بورتشس هيستوري، وهنا بلاقي اهو الكورس انفيزبل. بضغط على انفيزبل اف اي الفرونت اند، بعد كده بيقول لي access your purchase، وهو ده الكورس بتاعي اللي انا وعدتكم بيه. بعد كده بتكتب الايميل بتاعك والباسورد ولوج ان، وبتدخل على اليوزر نيم والباسورد هيقول لك على الايميل. بعد كده بتفتح معاك هذه الصفحه، على الشمال هنا بتلاقي مكتوب trainings، هتضغط هنا هتلاقي كل الفيديوهات لهذا الكورس من البدايه حتى النهايه. فهي دي الطريقة يا شباب، فما نتسرعش ونقول it is not working وما بيشتغلش وانت اعطينا حاجة مثلا مش شغالة. لا، او access training وكل حاجة مظبوطة وشغالة 10 على 10. فاشكركم، وهذا هو الكورس، تقبلوا هذه الهدية وربنا يوفقكم. حابب برضو افرجكم على المكان، على الريزورت ده اللي احنا فيه دلوقتي. ده المكان من بره، في انا مش عارف السمك هيبان ولا لا. شايفين هنا الاسماك الملونه دي، شكلها جميل جدا، الناس بتلعب جولف هناك. وده الريزورت من بره، دي هي الغرف الفندقيه بتاعته، مكان جميل. فحبيت افرجكم برضو من بره. دي البيوت اللي هي على الجبال، دي المفروض انها من اغلى البيوت هنا في اريزونا، فمكان روعة، وحبيت أشارككم المكان يعني وتتفرجوا عليه معايا.